السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله ربكم وراقبوه في السر والعلانية، وأطيعوه في أوامره ونواهيه، تفوزوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة، واستقيموا على صراط الله المستقيم كما أمركم، تفوزوا بالجنان وتنجون بإذن الله من النيران. أيها المسلمون عباد الله، وإلهي نوصل ديري النبي جاني محمد عليه الصلاة والسلام، وقد كان حقا ناصحا أمينا، نبها نوحوها النبي محمد عليه الصلاة والسلام مدى عدوى ومدن إلهي وصل ديري أوت الماموت سيئ وحكستو وناقود أدويك آخربا وكتشرو وندي دي وكر يا بي وحكستو دبئي فساد له الدنيا آخربا وحوكو برارو تيني محمد مدين صو براي ودوين كاي دين توضا كويلا شنكران يا وحكستو دين توضا كفتنين كران وحولي محمدات وقاهد لي فتنة النساء، فتنة الدمرك، حقيقة هذا يوين هذا، يوحيابها لقى قبض بعضه. شيخكم أشر الدمرك إن يهين، خلق إلهي قوة كمدة، يا بني آدم كإلهي وكرامي ولقد كرمنا بني آدم. مركل لا يهين الدمرك وفتنة. معناه دو ماها الشرك دين عود قرين كيمانيا مرنين عود كيمانيا مرنا حق الرق كيمانيا مرنا وحن قنيا ميد مشتركة وهي وداقان لبدا تشينسي وهي سكو درسانيا ورسولك عليه الصلاة والسلام نوع الدهيي إنو شايدانكو آدو آديك سيدة دمرك سيدو الله من لها رقة ودين تود وقف سهاد لها إيمان كود وضعيف لها قلب قود السدو وقطور لها معاسي تعايل يحمان تعايل سدو وقرد لها وحي لها وكحر انتمي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قبضوا عورة بول النبي عليه الصلاة والسلام مركا أي بحضو شيطان كان رجع وقرحنايا ومو قيد آد وقموتشنايا أي زينها الشيطان للرجال وحاد موقضوا إن داها سوى تشيدان يبو الشيطان كوكردقيا تانا معنى دوحي هاي قبرد مسلمات داهي إلا إنو قطو قلبوا الشيطان كو استعمالا اللومين ترقع إن لو قد دقايا رجعنا إن لو قد دقايا شيطان كل من تودا إنو استعماله دمر كإنو استعماله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. دبدا يدو يدك كجمتكين فتنة رجع كجد بدن دمرك فتنة مرك لله يمعنى يدو حوية وحدين تودا كل حنية وإيمان كودوين والسولاء موضعي فالصاب النقانية ووحي إلهي وكحار انتمائي إني كل عان صبابي ووحي إلهي وقدري وكواتبي كمشقولين يوك تشيديني دمر كان واحد سوق لي الدمر كمحارمتا يكوى جانبتا بل واحد سوق لي يوكوى قدران كميدا زوجة الرجل ودمدا عيسن نكو ينو غبدي سزينه اي حما وبحاسكي سو الهي بو حلالي لكن الى دينتي سو ضعيف سو وحاران اي صاب او نقوتو او شرع او قرخيسا ان بدن باي دحدا يدونا
وحول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث كامرك وشرحه يوم وحيابه بدن بعدد كدين تود الضعيفية والشركة يا معصيه الصابق والنقضة وحيابها قوة ودرن دمر كويري كم يديهم بحديث كنت المامية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الدنيا هو مد عقار وإن داها سوتشي دين السبر النبي عليه الصلاة والسلام معان وعرب كو معان سنيو إلى هين سبحانه وتعالى كو يدنك يدنك ورأيي أيوة الدنيا دا يدنك الدن بيسي ويدنك وقدم بيو وقهري وحان وإيقيا إلهي الدنيا دا مالمها تشوكتان بلوحة أطفشان يوحد سميسان ورا الدنيا دا فتنة دا إيا الشركة دا وحسك حكسية وإيمان حق بدن إيا لك عبس إيا دين كتوصنان كقابلة دمر كان فتنة دا إسكا إلالية يقوى الدنيا دا كمدو سيقار النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد وخاصة بعد أن عم سيقود مركو الدنيا دا الشاهد دمر كان سيقار أبو الشاهد وحكرا رسولكو إنو الشاهد تاريخ نقوه الرئيسي أو واقعية فتنة ديوه الرئيسي رير بانو إسرائيل دين تودا كفس هادي سي دمر كيا هايين بوري نبيكو عليه الصلاة والسلام ومن اللي اسكوا وافق سيهي حتى كوا قالا دين رميسنين وحي قانا إنو آخرية إنو وحي قرسيهين إلهي دمر كينو كوا أبو ري تشاذبية يتذبن بها الرجال سوچي ده شو رقاي سوچي تان رقنا إلهي وكو أبو ري قلبي قود وين ويشو ووو چان چير سما حق الدمر وحقيقة واقعية ولهذا بيلا دين مركي الدراسو اي علمي باريس كسمايين هبلاها اي نامدو يقو اسكو چيرا وميال وضفرنية اي وحدكتان التعليم المختلط بالين هذا اي وكلا سوعانين اي وحبرتان التعليم المنفصل تبا حقا قوم تمرك لا يقفي عن وحفي عن بين هذين التعليم المنفصل والدراسة السمايين ولبا إباهيين وأيو إسكو مشغول بعد عيا ينن كونو كو مشغول نفتي سيسقو إن أنت هالك فردي ده إسكت لسيء وحكروا عيا وحيابو أرضي ومعلن كويدين لها إنه كل عواية جنسي كان كلا دين عفردي أوجي ولهذا فضلوا التعليم المنفصل على التعليم المختلط وحكوا لنا أنكم مركوا مالك الشقين يا حفيظ طالان وفرديات دومري تشوغان يا مركوا كليدي يا هيا مرقوا نودح تشوغو وكإنتاج يا وحصوصار بدي حق الشقادة مركا آنو الدومر كلت تشوغين آنو ماشي الدومر تشوغين وحقيقة واقعية وأمور إلهي ما هو واحد لوران كره دادك واحد كان لا يودد قلوب تود بقته اما ايغو حمانت تجعل وحين وكسونا هي دادك قلبي قود او ظاهر سنا ايمانك او خوغ بدني او كجيره يا الله كعبسي يا دين كو توسنانت يا اخر حصوصنانت يا حمان نعيبك ان يهين كو ايده ان اي كو سو دغين marka kobaad ba ilaahi u lahadlay إلهي مركو يدي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب دو مركا جنبي قايدين كا مركا ألاب ويدين إسان يضو حجاب دين دحية ويدية ومركا قريها دحية وذا لغو تشريها داني كهض لإسان يعني قبل مركا قريها كتر تتش الباب كما حدنا مركا واح إيضا إيو إنداها الرقا كالتيدا يوائنو تشرو قدارها النغضام واح كلابها النغضين ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ساساو نديف سنبور إلهي قلوبتين إيا قلوبتو دبا وإنانو شايدان كو حمان شعيل آنو كردين أرن تاسي أيا قفك كو عاوين أك وحين أكسونا مجتمعي نبي محمد عليه الصلاة والسلام التربية دي إنو ها مجتمعي و إيمان بدنا و الله كعبس بدنا و أخلاق فيعنا و قلوب وناكسنا و دقن فيعنا
هذا وحين أركينا إسلامكو سيدا قد يدى رقا يدومر كأجنبية كلا وماري سيفتنا دا ورسول كشيغي آنا يسوغو نقل سامو داود ورييي نبي عليه الصلاة والسلام مركو أركي رج يدوم مركو مساعد ككدر يا رأي ويسكون نحضر صمي وح اختلاط كلاية قانا ودعي وحد رينين دوم مركو دواقول هذا يا معشر النساء استأخرنا لا تحققنا الطريق لكنا حافاته دوم راو ودد برتن كذا هم مرينا لين عيدا أيا يدنكو أدليدهن طمركي والنبي يقول الله الله نصف عن بأمرك وقاتل فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق به جدار رده يسكن له يتشيريني يقول وده برت كيدر رقه وبنيني وحدع يتشيرتين مريوه ده قريها سيو وضوها يكقب صدام وقابكي وده الله وده ماري لها ساسو إسلامك ودي دي ووجود إذا مجتمع وفعنا الاختلاط في الطرقات فضلا عن الاختلاط في المباني من المشافي والمدارس والمساكن وغير ذلك والضضع إلى الرق يدومرك ويسنح قلام بعد سيدا ووجود إذا رسولك يقول يوم مساجد كدر يا رأي سكدا فين القوري انت السقوية مادان أما هول السقوية مادان أما قلاس أما دختر إن إساسي صدح قلاني وحكروا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قبل ذلك أم السلمة وحيتري حديث كهرو حديد الليل نبي قمركو صلاة كبحه رقوا هدي تشيرين ومركب ما يكيع تشيرين إلا يدو مركو تقال ووضد عيب النهياء عبد الله بن عمر رضي الله عنه نوحو يري قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركنا هذا الباب للنساء الباب كادين الدمر كودي الله يوافعنا الله سيدا ساء الباب كالدمر كاللو قداي وباب النساء مقعا وقاطي وما دخل منه عبد الله بن عمر حتى توفاه الله ما لنتو النبي قولا الباب كالدمر كاللو داي مسايد كاكسو قلاني ما لنتو اللقب بلابا بن عمر الباب كمسايد كمقلين إلا إلهي سبحانه وتعالى وافصده سعيد بن المصيب رحمه الله تعالى تابع صحابة رسول كسوق قاربوها وعلم بدن والدين يتوصنان بدن يسوقوا سديت تنشير أبو هضلي شو عمر سديت تنسندود أيان كقاري هذا نفتنا ذا الدمر كآمن كما يهبون إن الدين تيدي قفتنا أيان وحمان أي السبب يقول نغضان وحي لسفيان رحمه الله تعالى الربيع أي وحي بحي لصلاة العيد يتنظم أربع صوم مري ما دوحي فور ريو ويستالي يسقو الدين ينديه سويل الدمر كاسي كل عام دمر كوحي وقاتلين عند الله يهي يقول دعي سنة يقول نعوذ بالله من العمى إلهي بانو عند الله أنت كما قلقلي نابي نافين ويوحي قرانا يا إيج ماذا وقص دي الدمر كائن وإيجو إيش أول الراعة إن قلبي جي سرادة يكجت جيسه وإيمان كيسا ضعيفين جيسه إن حمار ورد قاقنا رنت نوع عسياه أي سبب كرتو وكي أدب مجتمع ورن كرا بالشدة النبي محمد ورح جوجا وربي يبان أنا وكمان أكسن حدين راهنا وين أجن هين إن نارهون يسوع شيء جاي واقعين ونتامر خاتبو كي وحامانتا شرعية معاسية فساد إن بدنا وكمي ذو دعية وحصابها قاب كيو أمري إسلام كل بدا تشنسي مدو لبين ورقمو يلا بدا تشنسي إنه ووضع نقمان وإنه كتلاب صنين إلهي بين ويدي سنين أن يهدينا ويسلحنا جميعا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله أرنتا أنو شاقني رادكا يقول لها دا هيدتك الدين تود إنو لشو دبا
إسلام كو حلب ويالي إسلام كو حددك أو كاني ووحي يقول شاقي دقم في عن وهذه اللي بدأت جنسيه كو دقمان كو دقمان دين تودو أيوبت باديسو الدنيا دون أيوها قاقيسو حكام تاسي قاركو دو مركي خصيصا قارنا رقا قارنا ومشترك لبيو دبوا لك الربا دو مركا وحاسي قار إلهي وقواتش بيه ساد مقاشر مركي قريها تشوغاني رقا جنبي كاا إله الليا إنو تيدو بحيو وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب هذه اللي يصف الرادو ونين ولبا guriga dumar ka ajnabiga ka iyagoo jilbaab xidhnayn oo gurigi dhex jooga uu iska galo waxa dhacaya nabiga kaleey salaatu salaam inoo sheegay bukhari muslim waxa wariyay nabiga wuxuu riyaa kum wad dukhul ala nisa waxaan idin ka digayaa dumar ka ajnabiga idin ka inaad u gashaan laba buway soo galayaan gabadhii oo aan xijaab jilbaabkeeda xidhnayn ninku inuu guriga ugu galo saami ka wadacda oo kabiyaha qoraya يك الليل كقرية يك على بسدا كبرضو حتى هذا الباب ككفرتين تيجوري جيرجلا يسوسجي مايو الباب وكسر ريح يا يضرب بلا حجاب على كدارة ضامة دير كايكو كل ميا والنبي عليه الصلاة والسلام وديدية وحكروا وديدية النبي عليه الصلاة والسلام كبرني أو كليدي هذا اسمه كليدي وياهين وجوري جو قلا وحا رسولك لقول أفرأيت الحموى يا رسول الله دماشي يدا كورن رسولك إله يو يعني قبرنا رقا دماشي قوة أقارب الزوج إنك يدا إقرابيهين وولالك وإنادرك وإنابتقي وهبر وداقي و قال النبي عليه الصلاة والسلام الحموى الموت قبرنا دماشي يدا كوقوها لسبضوهي سو جيريد وخطر ماها قف كنولشي سمركا بابيسا سيدا سو كالي ايا نينك قبرد دماشيق يدي انو وقالو قريقا وقالا او لخل ووضو اما بلا جلباب وكواركا اما بلا حجاب اي هاليس اغطاهاي الساقا ايا ايا دا لبدا با الدين تودا قررسا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام قبرد وحويان قريقا دا وچوغي سيدا الضماعدي إلهي با إلاليه بإيمانه والتوحيد وإخلاصه واستقامته وصلاحه كإلاليه لكن الباب بدأ وحرطي حمان ويدونيس إلهي سبحانه وتعالى وحكوة كبيرة دمر كمسلمات كآهي مركا أي قريه هذا كبحيان إنه مرتش الباب لرادة حدان وعندها رقا كأسطرته سيعني رقوق فتنوب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وأمر أبليه الرسول كدمر كيسي قودهان دمر كمسلمات كإلهي وسي وأنا أمرنا معقول المعنى ما أرين الوعد دون صديول وشدد لقل أين فاني كرين وأرين حكمة كتشرتا هي معناها iyey faa'iido ka dhalanaysa hadii laga tago dhibaato ka dhalanaysa aqligeena aynu ku garan karno wey hadii guriyihiina la isugu galo oo aadabta islaamku jideeyo alla ilaalin dumar ku markay baxayaan bila jilbaab ay ku baxaan oo tabarrujki jahiliyada ilaahay u diiday ay sameeyaan wakay ilaahay yiri ولا تبرجنا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى ونوع تبرج كي يبنبحة كميدة بلا حجاب قبرده إني يقولي كي يدك أبحل حجاب كنا شروط قاربوا لي هاي وحجاب كنا غنية هديك الحجاب نغن ما هيو وحكو الله السلام كدو مركة ودي إذا مركة يقولي هذا كبحيان ولو مساجد بها التقياني وحبت قوني إني اسمريان عذر ونصي وحكستو ودوغة النبي عليه الصلاة والسلام حساب داود يترمذي وريين إذا استعطرت المرأة فخرجت فمرت على الرجال فهي كذا وكذا قبرد هذا يسعد الصوح ودبتنا أي بحضو قريقا دائك بحضو ورهق أي صوح مرته وصدا أي صدا أبو النبي عليه الصلاة والسلام رواية كلا عديفة هي الزانية
والزانية الزانية معناه ما حمانت لفت يدي بس سميس لكن وحنا يسمين صح حمانت الصاب النقاية ودو قادنا رجوا سوت شادني سوت شاد أنت أجمع كل جيس إنه أجمع أو أجمع وأجمع وكده بقيه ده بتنقل بيجي ساي وحكوا دعاء إنه الله الله بقى كل حيجي كرتها أما ملك الله بينه حمان لا أدو ولا دقاقه أيه كل حيجي كرتها نبيه عليه الصلاة والسلام حدا يوم امرأة استعطرت فلا تحضر معنا العشاء قبل كستو عذر إيه بخور اسم ريصي صلاة عشاء مساعد كياني إيماني تسوق يسوع عذرين يسكى ورا يحفل ده هي ميلاها الرقية الدماربا أي سبو إيمانيا سلام كوحو الديدي قبل إن يسفرتو بلا محرم إيه إنن إيه قبل أجنبي كلاي وان محرم يسوع هين حرير قرنان وكذا حين ونين يحاس كيانا هيني إني ميلكو قوني النقدان نبي عليه الصلاة والسلام حيري لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم مسلم بس عيسى كوري ننيان وقبر كليدي ميل القليل قبرنا يعني سفر بلا محرم ويا رماسي ودوينك الشيطان كوصو مروا قبرنا وكفتنايو رجع لفتو دنا وكفتنايو وكالنبي عليه الصلاة والسلام يري سيمام أحمد ولي لا يخلونا رجل بامرأة إلا كان الشيطان أو إلا كان ثالثهما الشيطان نينيانو قبل ما يلكو لقوني نقون الجنبي كاوي المعنو دي تاسد عدنا هلو أقادو كصدحي يا شيطان منغنية يعني كحمان توقر حينية أفضو ديني أسهلية إيش علي سينيا شيطان بنقونا يا رنت أسواحي كمتها يودوينك يضى بالنظر الشيطان كوهو استعمال بني آدم كما يشرحون ودونيو إنو كردو السلام كسينو هرون شاقنا وحدي إذا رقا يدومر كوين يسلح قلا وقت قلنا بيقى مساعدك أكوه ذاتو كذا لكوه كوكا لصعناي سلاسو آي تايبا هدنا النبي قولي خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وننبن ننك ودومرك وقدوي يهبو فتنة وقدوي قبر مانا قبر اي دومرك كلا وقدو ده هاي اي فتنة وقدو ده اي الشرك ونبي عليه الصلاة والسلام وامر الرقو اي فرديان هل كي اي كنتو كدين اي كسلام نقصدين الا دومرك اي دافة ايام مانتنا حالك اختلاطك يا هالكو مريا وينو عرقنا إسلامكو ساسو كل النظامية اللي بدأت جنسي ودوينك شيطانكو وصو مريانا وقحراي دابي الندي سنة وقوشا غي ووقو براروشي ساسان مجتمع كنا قوني مجتمع نظيفة وحمانتو آني كنا حفافيني يشاركو بل يرتا سيقارا وحان وقوشا غي دمركا إناني بلا دن لهذا دمرك أجنبي كا وكذلك هبلها حدي وضع هذا الوضع عضني أي كنتينا إن لا يسكد أي هذا الكفتنة صوابي كرا قلبك وحكو توري كرا ورسولك عليه الصلاة والسلام مركو أركي عبد الله الفضل بن عباس وقبل حق يديه وكسو تشيديه وحانوا ويري رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الشيطان إنا نيا إنا نسكر دايقا قيبان أركي مركا الشيطان كو إنو حمان كو ردو قمان آمن نقل وصحابي وصحابي صحابية ذاتك ونبي قساس وكلي وذاتك يقلبي وناك سناوي إيمان بدنا وغالك عبس بدنا آخر وحصوصنا بدنا إلهي سبحانه وتعالى وحر مركو الله اللي يدو مركا مسلمات كافلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض شاكسك صعاني سهبين أردن مالن أردن بلا سنوات ووحوال بلقا وضهر ليا سيوال بنالا وضهر ليا سيديباني فتنة صابق نقنهين هي مرض القلب
اسلام كوحيابا وديده وحكم دا اغمدا والنبي عليه الصلاه والسلام لا تتبع النظره لا تتبع النظره النظره فانما لك الاولى وليست لك الثانيه اغمدا اما ديمده ديمود هكدب الجيني تكوبات لغو قبصن مايو طلبات با لغو قبصنيه طلبات ودم بايده العلاء بن زياد رحمه الله تعالى وحيري لا تطبع نظرك رداء المرأة قبل الجؤيدة من مرنها ده السيئين فإن ذلك يلقي الشهوة في القلب أرنك هسي قلبي قاقو كتور يا حمان تعيل إلهي نواكير وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم رقم مؤمنين طوحت كتر هذا إنديه إن الدمر ككلابة اسكت دعوانينا واسكو من هذا التليفون كده وطي يسي مباشرة توصى وحي يا هذا الضوء وطبع وحور إلى هاي حمين توضن حمانا كيلالي الله بدأ ساسا لو حريري إن السيدة يلام بان هذا فد قلبي قود وكترته قلبي قود إنه حمان نظيف كهذا تاسي كترته وحن كرنا عيا ودن كينو ووح خلاف صندقا كا إسلام كو إنو كيري السيدة وقروح ده بدن الله يهي إنما ده السقو إيمان أيا ميلها قروم ده إيا ميلها اللي السقو إيمان ده عياري ولي بس صوت كي الشيطان كان الله داري وموسيقية وهيستين الله تميو حتى رقي إسلام كورتي جوغي هبلوه ده إيكا إلا لنشيرين وقال إيوغاينا وقيارين تاسيرات كقلوب تدمر كاي كل هذا وكذلك دليرتن بنانكا وبحيا يجوا هبليه إنما الله بالله بود الصعدة. صلاة المغرب كهر شلة وحن كيمي بربرة لقب لعابا دوارة أما إسقيس كودد هلك لقص الله حضوها الله يا إلا تعود لا تكوت الله أنت واحد تحنا دليره هبليه إنما بقى مد ولبا مد بها الكاه يسته وأنتوا قعنتوا وحوي انقرب كوج ليس عيسى أما دحدا وايسته. سمع هذا وين بيستان وبورها يبنى ندى انت الى التجيل هل كاي كنت من ايام مركات صعطة شنب قلوة طلابة قاربة تاقة وددد لنا عيدة مرايدة ودلعين قاربة بورها صارا قاربة بنى ندى كعيارية الهي وحي مكبر الهير وإصلاحيه وقلوبته دواناك قوسه وكيديه حمانتا وكيديه وهو بدكيني والد كان وحي نكبر الهيرو هبلو هو عورة سألنبي عليه الصلاة والسلام من وشها إن لقورها إن أنت رحيكم أخذ بلادنا هل كانت تسكتشوكتو حلقا نمساتك تسكتح فرديدا أما قريقا تسكتشوكتو إن أنت هدينا إنا يرؤو دبتش ربا نحدا هايستا حبالها وحويان روضة أما هل يكويا لدينا عود أما بورها الناساء بلو الدشو ده أما هو استود محال لقا السوقات تاسو كلا وحال لقا السوقات سو حمان ما موناك با كيمان أيا إلهي سبحانه وتعالى على قبض غضب جودهان إلهي سبحانه وتعالى دينتي السني نلش إنه صح يسوي نظيفين يسوي ناتين يسوي قرحين يسوي بركين يسوي إن كل قنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اهد ضال المسلمين وعلم جاهلهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا وفتياتنا اللهم اصلحهم يا رب العالمين اللهم ارزقهم بالصلاح والاستقامة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.